حضرتك دايما بتهتم يعني بموضوع الأقمار الصناعية، أنا عايزة أعرف يعني إلى أي مدى وصل قدرتها حاليا، يعني فيها تطور؟ الأقمار الصناعية بتقول لنا أنواع الصخور اللي إحنا باصين عليها إيه. وبعدين لو كانت الصخور دي فيها كسوف كده إحنا عارفينها جيولوجيا، يعني ممكن تلاقي المية الجوفية فين. يقول لنا على حاجة، يعني لو قال لي أنا الأرض الزراعية هتبقى فين، والأرض المستوى اللي هبني عليها فين، والحتة اللي أنا هاخد منها الدبش عشان أبني بيها فين، وبعدين الحتة اللي هي ممكن آخد فيها أحفر عشان المية الجوفية فين، ده يكفيني أوي، ده كويس جدا. أيوة. هل حضرتك يعني بتتابع يعني موضوع الأبحاث العلمية في مصر وإلى أين وصلت، ويعني إلى أي طريق ممكن أنها توصلنا له مستوى طبعا الأبحاث العلمية في مصر؟ ماشي كويس، مش بطال، يعني ممكن يبقى احسن لكن مش بطال. عندنا ناس كويسين جدا، الجيولوجيين عملوا خرائط ممتازه لمصر باكملها، وفي ناس كتير جدا بتعملوا استشعار عن بعد في الجامعات المصريه كلها، فاحنا يعني مش بطالين كويسين. لما ما اقولش العظمه لانه ممكن نزود، بس بقول كويسين ونقدر نعتمد عليهم انهم يختاروا لنا الاماكن الصح وهكذا. طب ماذا ينقصنا في المجال العلمي في مصر؟ يعني لو الاحترام العلم والعلماء واحترام المعرفة.